العمل التطوعي هو المجهود الذي يبذله الإنسان، سواء كان هذا المجهود مجهودا بدنيا بجسمه أو مجهودا ذهنيا بعقله وتفكيره وخبرته وإدارته، أو مجهودا ماليا وماديا ببذله وعطائه لصالح الآخرين باختياره المحض ودون أن يكون عليه إكراه أو إلزام، ودون أن يكون ينتظر مقابلا ماديا أو ربحا ماديا من وراء هذا العمل التطوعي الذي يقوم به. كفالة يتيم، إلقاء كلمة، توزيع إعلانات في المساجد، إصلاح سيارة الواحد مسكين يعني تعطلت إطار سيارته وجئت وقفت وصلحت معاه، طفل بيقطع الشارع جئت ومسكت يده. تصلح بين اثنين، الكلمة الطيبة، ابتسامتك في وجه أخيك، إماطة الأذى عن الطريق. العمل التطوعي له عدد من الفوائد. أول الفوائد الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني زيادة الخبرات في الحياة، يشعر الإنسان بقيمته. زد على ذلك أنه يشغل وقت فراغه وأيضا يكون علاقات. وأيضا الأمر الأخير أن العمل التطوعي علاج للاكتئاب. قسمته فراغ